حضرة المشاهدين والمستمعين الكرام، أحييكم في هذه الحلقة 33 لتحليل لسان القرآن العربي المبين اعتماداً على اللغتين العربية والآرامية السريانية لفهم معاني القرآن في زمن تدوينه. ونتابع في هذه الحلقة شرحنا اللغوي لبعض القراءات القرآنية وللجزء الرابع من القبة الصفراء المدون بالرسم الكوفي على المثمن الداخلي على مدى 240 مترا. وهذا نصه: لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ورد هذا النص المقطع السابق في سورة النساء الآية أو الآثر 172، ومفهومه العربي واضح باستثناء معنى فعل استنكف السرياني الأصل، ويشرحه الطبري بتعبيرين: أولا بمعنى أنف أي رذل واحتقر، ثانيا عن قتادة بمعنى احتشم، وهذا أقرب للمعنى السرياني لفعل خيف يكتب بالكاف، ولكن تلفظ الكاف كالخاء نكف نخف، وإثم خيف الذي يعني خجل واحتشم واستحيا. وبحذف النون من فعل السرياني خيف في لفظ نخف جاء الفعل العربي خاف، واتخذ معنى خشية. فمثلنا صفحة 448 العمود الأول. أما فعل أنف واستأنف بمعنى ابتدأ من جديد، فيبدو أنه مشتق من مفرد وارد في سورة محمد الآية أو الآثر 16 بقوله: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ فهمت آنفا كظرف زمان بمعنى منذ قليل. ويذكر لسان العرب قول الزجاج في قوله تعالى: ماذا قال آنفا؟ أي ماذا قال الساعة في أول وقت يقرب منا. ومعنى آنفا من قولك استأنف الشيء إذا ابتدأه. وقال الزجاج: نزلت في المنافقين يستمعون خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا خرجوا سألوا أصحاب رسول الله استهزاء وإعلاما أنهم لم يلتفتوا إلى ما قال، فقالوا: ماذا قال آنفا؟ أي ماذا قال الساعة؟ وقلت كذا آنفا وسالفا. وفي الحديث: أنزلت علي سورة آنفا أي الآن. ويتبين من مفهوم آنفا الخاطئ أن هذا الحديث ليس من أيام الرسول، بل من ابتداع أهل التأويل المتأخر الذين نسبوه للرسول. والاستئناف حسب لسان العرب الابتداء، وكذلك الائتناف. ومن هذا المفهوم لقراءة آنفا الخاطئة درج التعبير آنفا أي كما سبق منذ قليل، واستأنف بمعنى ابتدأ من جديد. ومحكمة الاستئناف ومحامي بالاستئناف بالعربية الفصحى المعاصرة. يعطينا هذا المثل فكرة عن أخطاء القراء وأهل التأويل وأهل اللغة ومبتدعي الأحاديث الذين نسبوا للرسول وللتنزيل العزيز قراءة آنفا الخاطئة ومعناها الخاطئ، وذلك بجهلهم لسان القرآن العربي المبين. ومن جملة ما ذكرناه عن هذا اللسان أهمية الآرامية السريانية وتفرعاتها، ومنها اللهجة المندائية وهي السريانية الشرقية البابلية.
وكما سبق ذكره في الحلقة السابقة عن كتابة اسم عيسى، حيث تلفظ العين كهمزة بالكتابة المندائية باسم إيشاي أو إيشا أبو الملك داود، كذلك يجوز العكس بكتابة العين كهمزة بالكتابة المندائية كما ذكرناه عن كتابة أم وعم. وبالنسبة إلى قراءة آلفا، نجد في كتابة الألف البدائية بلفظ الهمزة بديلا للعين المخففة كما تكتب بالسريانية بلفظ عنفة وليس أنفة، وصيغة عنفة اسم مفعول سرياني بنفس معنى عنيفة ويعني عربيا المعنف أي الممسوس أو المصروع. قاموس منا صفحة 553 العمود الثاني. والمعروف اتهام الرسول بالصرع كما ورد في سورة النجم، والأصح النحام أي القيامة، ووصف بمجنون 9 مرات، ومنها يا أيها والأصح يا أينها الذي نزل عليه ذكر إنك لمجنون، سورة الحجر الآية 6. ورد القرآن على هذه التهمة بقوله فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، سورة الطور الآية 29. وما صاحبكم بمجنون، سورة التكوير والأصح التكرير الآية 22. وما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم، سورة 7:46. وعليه ولو أنه لم يعد من الممكن إلغاء تعبير آنفا واستأنف ومحكمة الاستئناف ومحامي بالاستئناف بعد أن درج في الفصحى المعاصرة بهذا المعنى المبتدع، إنما يمكننا تصحيح القراءة القرآنية بلفظ أنفا بمعنى عنفا بدلا من آنفا، فتصبح القراءة ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال أنفا، بتخفيف عنفا أي ماذا قال الممسوس أو المصروع. ويرد القرآن على هذه التهمة بقوله أولئك، الهمزة من المرحلة الخامسة والأصح قراءة أوليك كما يقال في الدارجة السورية هوليك، الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. هنا أيضا أضيفت الهمزة في المرحلة الخامسة والأصح قراءة أهواهم أي بدعهم. ملاحظة نحوية لجمع ملاك حسب لسان العرب، جمعوه متمما أي ملائك، وزادوا الهاء للتأنيث أي ملائكة، مع أن ملاك لا علاقة له بالتأنيث. ولم يرى ابن منظور أن الهاء النهائية ليست هاء التأنيث، بل هاء الجمع الآرامي ملائكة بلفظ الهاء النهائية كلفظ الألف النهائية بالإمالة نحو الياء كما تلفظ في اللهجات العربية المعاصرة. وتنقيط التاء المربوطة بلفظ ملائكة أضيف في المرحلة الخامسة، وهي من ابتداع النحويين المخالف للفظ الدارج في اللهجات الحية والمطابق للجمع السرياني ملاخي ومنه عربيا ملائكي. نتابع قراءة المقطع الخامس من نفس قبة الصخرة كما يلي: اللهم صل على رسولك وعبدك عيسى بن مريم، وما يتبع في سورة مريم 33-36، والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه تمتعون، أي تختصمون، من الفعل السرياني إثمري الذي يعني خاصمة. قاموس منا صفحة 415 العمود الثاني. ما كان الله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صراط مقلوبة عن سطر عربيا وسريانيا، أي خط مستقيم، وليس من سطراطة اليونانية أو اللاتينية كما تخيله بعض المستشرقين الذين يذكرهم آرثر جيفري كمرجع في كتابه The Foreign Vocabulary of the Quran، أي ألفاظ القرآن الأعجمية، الصادر في Oriental Institute بارودا 1938. التحليل اللغوي. أولاً، سبق شرحنا لقراءة ومعنى اللهم الواردة 5 مرات في القرآن، وقد فهمها أهل التأويل بمعنى النداء يا الله، إلا أنهم لم يكن لهم علم عن أصل الميم النهائية كحرف نداء، والأصل من الآرامية القديمة وليس من العبرية، فاسم إلهيم العبري لم يرد في التوراة بمعنى النداء ولا كاسم بصيغة الجمع، بل بمعنى المفرد كما ورد في بداية سفر التكوين بريشي براء إلهيم إيث هشمائم وإيث هأرس، أي في البدء خلق الله إلهيم آية أو آثة السماوات وآية الأرض. والميم النهائية أصلها إيم ألف ياء ميم بالآرامية القديمة، وبتحول الميم إلى نون أصبح اللفظ بالسريانية إيم ألف ياء نون بمعنى النداء. قاموس منا صفحة 16 العمود الثاني. وقد يتبع حرف النداء الاسم مثل مار يا بالسريانية حرفيا رب يا، أي يا رب، وأصبحت صيغة النداء السريانية بالأساس مار يا فيما بعد اسم الجلال لله، كما ورد في الحروف المقطعة ألف لام ميم في القرآن كمختصر لإمار لي ماريا، أي قال لي الرب. ولم يرى علماء السريانية سبب صيغة ماريا بدلا من مارا، أي الرب أو السيد، تعبيرا عن اسم الله. ولذا يشرح منا اسم ماريا بقوله الرب السيد تعالى، ويضيف لا جمع له ولا مؤنث. قاموس منا صفحة 415 العمود الثاني. والمفترض أنه حصل نفس التطور بالنسبة إلى لفظ إلهيم، إنما ليس بمعنى النداء بل بمعنى اسم الجلالة العبري لله، وهذا يعني أن إلهيم كاسم مفرد جاء بعد استعماله بصيغة النداء، ودليل ذلك اللاحقة إيم يأمين والأصل ألف يأمين، وهي بالأساس حرف نداء ولا معنى لها بإضافتها إلى الاسم المفرد، إنما الإيم يمكن أن تدل على الجمع العبري كما هو الحرف كما هو الحال لحرفي الياء والنون بلفظ إين بالسريانية والعربية، مثل ذاهبين وقادمين أو خارجين وداخلين. والأقدم هو حرف الميم كما نجده في الآرامية القديمة والعبرية، إنما من قال بأن لفظ اللهم والأصح اللهم القرآنية مأخوذ من العبرية إلهيم غير صحيح. والصحيح أن الطائفة النصرانية
السابقة لنقش قبة الصخرة وللقرآن احتفظت لنا بصيغة اللهين بمعنى النداء من الآرامية القديمة قبل أن تصبح نفس الصيغة بلفظ إلهيم بالعبرية اسم الجلالة لله الواحد أو الأحد بالمفرد. ومن نتيجة صيغة النداء بلفظ اللهين القرآنية سابقة تاريخيا بلفظ إلهيم العبري الاسم المفرد وليست مأخوذة منها كما افترضها آرثر جيفري في كتابه ألفاظ القرآن العجمية صفحة 67 بقوله It is possible, as Margoliouth notes, that it is the Hebrew Elohim which had become known to the Arabs through their contacts with Jewish tribes. وهنا يمكن القول مع القرآن وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. والواقع أن آرثر جيفري لم يميز بين صيغة النداء القرآنية واسم المفرد العبري، وصيغة النداء أقدم من صيغة المفرد كما رأينا. وقد ورد حرف النداء السرياني إن مرتين في سورة مريم عن زكريا، أولا ذيك والأصح كور بمعنى أذكر بصيغة الأمر السريانية كما هي دارجة في اللهجات العربية السورية، رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء أضيفت الهمزة في المرحلة الخامسة خفية، قال ربي إني وهن العظم مني، قرأت إني مع أن المنتظر أن يقال إنه وهن العظم مني وليس إني وهن العظم مني، والسبب هو قراءة خاطئة لرسم الياء الرجعية بكتابة إني الشبيهة بالنون النهائية السريانية كما وردت مرات عديدة في المخطوطات القرآنية بالرسم الحجازي والكوفي، ومنها في مخطوطة سمرقند كما يظهر على الشاشة. فإذا قرأنا بدلا من رب إني رب إن فيكون المعنى يا رب وليس رب إني، ورب مكتوبة بدون ياء نهائية. ما معنى وهن العظم مني؟ شرح الطبري يعني بقوله وهن ضعف ورق من الكبر، وعن قداد وعن قتادة وهن العظم مني أي ضعف العظم مني. ولا يشك مترجمو القرآن الغربيون في معنى العظم بمفهومه العربي، ولم يتساءلوا لماذا لم يقل وهن عظمي. لو كان صحيحا أن ضعف العظم دليل على الكبر فلماذا وهن العظم مني وليس عظمي؟ لسان القرآن العربي المبين هو الذي يعطينا الجواب المناسب في هذه الحال من مفهومه السرياني وليس العربي. فتنقيط العظم الذي أعطى للكلمة معناها العربي تنقيط خاطئ من المرحلة الرابعة لتدوين القرآن، فبحذف نقطة الضاء تصبح القراءة العطم، والعطم سريانيا عطمة يعني بالسريانية ما عدا أولا عظم الفخذ، ثانيا ساق الشجرة، ثالثا عشيرة ونسل. قاموس منا صفحة 538 العمود الثاني. فيكون معنى وهن العظم مني عجز النسل مني، وبهذا المفهوم يكون المعنى انقطاع النسل الصادر مني وليس ضعف عظمي. أما دليل الكبر فيتبع بقوله واشتعل الرأس شيبا، تفسير الطبري. وقد اختلف أهل العربية في وجه النصب في الشيب،
فقال بعض نحويي البصرة نصب على المصدر، كأنه حين قال اشتعل قال شاب، فقال شيبا على المصدر. وقال غيره نصب الشيب على التفسير، لأنه يقال اشتعل شيب رأسي واشتعل رأسي شيبا. والصحيح أن اشتعل أولا قراءة خاطئة بتنقيط خاطئ من المرحلة الرابعة، ولم ينتبه أهل اللغة العربية إلى أن القرآن يستغني أحيانا عن كتابة الياء أو الآية المقصورة في الأفعال المعتلة اللام، مثل واستمع يوم يناد، مثل ينادي المناد أي المنادي من مكان قريب، سورة قاف الآية 41. أو كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، سورة صاد الآية 3. تصحيح القراءة: أولا كم أهلكنا من قبلهم من قرن فبادوا بدلا من فنادوا، نقطة النون من المرحلة الرابعة. افترض أهل التأويل أن الهالكين نادوا قبل هلاكهم، إلا أن حرف الفاء في فنادوا دليل على ما تبع الهلاك وليس ما سبقه، ولذا يرجح المنطق قراءة فبادوا كنتيجة الهلاك وليس فنادوا. ثانيا تصحيح قراءة ولات حين مناص، تفسير الطبري ولات حين مناص يقول وليس ذلك حين فرار ولا هرب من العذاب بالتوبة، وقوله مناص مفعل من النوص، والنوص في كلام العرب التأخر، والمناص المفر. كل ما يشرحه الطبري على أربع صفحات مستشهدا ببعض الشعراء كامر القيس، ومن جملتهم من قال ولات ساعة مندمي، كما درج هذا التعبير في الكلام كأنه من الشعر الجاهلي، لا أساس له من الصحة ولا من كلام العرب حسب قوله. فلا قراءة لات تعني ليس، ولا مناص تعني المفر أو الهرب. فمن أنشد ولات ساعة مندمي أخذ لات من قراءة القرآن الخاطئة من المرحلة الخامسة لتدوين القرآن وليس من العصر الجاهلي. شرح قراءة لات: يعود سبب هذه القراءة إلى عقيدة حفظ القرآن في الصدور والنقل الشفهي المتواصل الذي ابتدع له مصطلح التواتر المشتق من قراءة خاطئة من قول القرآن ثم أرسلنا رسلنا تترى بدلا من ثم أرسلنا رسلنا نذرا، جمع نذير، سورة المؤمنون الآية 44. ومن قول القرآن فأتبعنا بعضهم بعضا استنتج أهل التأويل أن قراءة تترى خاطئة تأني على التوالي أي دون انقطاع، فاشتق أهل اللغة من قراءة تترى مصطلح التواتر. وليس ابتداع هذا المصطلح فقط خاطئ لغويا، بل كذلك مضمونه ومحتواه. إنما عقيدة التواتر حالت حتى يومنا دون اجتهاد الباحثين شرقا وغربا عن كشف أخطاء النساخ وأهل التأويل وأهل اللغة، اعتقادا منهم أنها منزلة فلم يجرؤ أحد منهم بالشك في صحتها. وهذا ما منع أهل العلم من الشك في قراءة لات بمعنى ليس وبسريانية ليت. والواقع أن قراءة لات بمعنى ليس لا وجود لها في كلام العرب ولا في السريانية أو الآرامية ولا
في أي لهجة من اللهجات العربية القديمة أو الحديثة، مع أن حل هذه المعضلة من السهل ممتنع، فلم يلاحظ أهل التأويل ولا أهل اللغة أن اللام في كتابة ثلاثة ليس لها معنى النفي كما في كتابة ليس، بل معنى التوكيد. فإذا فصلنا لام التوكيد عما يتبعها بقيت كتابة ألف تاء، فكيف يمكننا قراءة ألف تاء بخلاف لا تاء؟ نجد الجواب في كتابة ألف تاء مقرونة بلام التوكيد مرتين في القرآن وبقراءتها كما يلي: أولا سورة الأنعام 134: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثانيا سورة العنكبوت الآية 5: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. نفس القراءة تطبق على كتابة لات بقراءتها لآت، ولا يتبين منطق هذه القراءة إلا بعد شرح معنى مناص الذي فهمه الطبري كاسم مصدر بمعنى النفر أو الهرب، وهذا غير صحيح. وسبب هو قلة علم أهل التأويل وأهل اللغة بلسان القرآن العربي المبين. فمن جملة هذا العلم أن القرآن يستغني أحياناً أولاً عن أل التعريف العربية والآرامية الأصل، كما في قوله في سورة التين الآية 4: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. 5: ثم رددناه أسفل سافلين. أسفل سافلين سريانيا صحيحة، أما عربيا فالأصح أن يقال أسفل السافلين. وكذلك استغنى القرآن عن كتابة أل التعريف العربية بقراءة مناص. ثانيا، ما عدا أل التعريف في البداية يستغني القرآن أحيانا عن كتابة الياء النهائية في الأفعال المعتلة اللام، كما نرى مثال ذلك بكتابة اشتعل الرأس شيبا بدلا من استعل الرأس الشيب في سورة مريم. وفي حالة مناص علينا أن نضيف أولا التعريف وثانيا الياء النهائية لتصبح القراءة المناصي، وصيغة المناصي اسم فاعل عربي من ناصة يناصي الذي يعني سريانيا المخاصم أو المخالف. قاموس منا صفحة 460 العمود الثاني. وليس اسم مصدر بمعنى الفرار أو الهرب كما تخيله الطبري وأهل التأويل. وقد وردت صيغة اسم الفاعل السرياني في سورة العلق الآية 15: لئن لم ينتهي لنسفعن، والأصح سريانيا لنشفعن. والألف النهائية كتابة مندائية الدالة على نون التوكيد. الناصية سريانيا ناصايا، أي لنزيدن والمضمر العذاب بالمخاصم أو المخالف، وليس لنغبضن بشعر مقدم رأسه كما تخيلها أهل التأويل ومن بعدهم مترجمو القرآن الغربيون. وفعل شفاع وشفاع السرياني يعني أفاض غالبا بالنسبة إلى النعم، وليس له معنى الشفاعة العربي، بل معنى أشبع أو بتنقيط خاطئ أسبغ العذاب في هذه الحالة. قاموس منا صفحة 810 العمود الأول. وقد وردت الناصية والنواصي مرتين في القرآن،
أولا سورة هود الآية 56: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ثانيا سورة الرحمن 41: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يشرح الطبري معنى دابة الواردة في سورة هود كما يلي: ليس من شيء يدب على الأرض إلا والله مالكه وهو في قبضته وسلطانه، ذليل له خاضع. والصحيح أن دابة لا تعني ما يدب على الأرض عربيا، بل سريانيا داب من أرحى يعني حاد زاغ عن الطريق. قاموس منا صفحة 139 العمود الثاني. ودليل هذا المفهوم ما يتبع في نفس الآية أو الآثة: إن ربي على صراط مستقيم. والهاء النهائية بكتاب الداب ليست تاء مربوطة بمعنى مفرد المؤنث عربيا، بل هاء الجمع الآرامي بلفظها كالألف النهائية بالإمالة نحو الياء. وكتابة بناصيتها بصيغة المفرد المؤنث يمكن أن تدل على الجمع، كقول القرآن: قالت الأعراب آمنا. سورة الحجرات والأصح ججرات سريانين أي الحناجر الآية 14، كما يمكن قراءة بنصاياها بصيغة الجمع. ويعقب الطبري بقوله: فإن قال قائل: وكيف قيل هو آخذ بناصيتها؟ فخص الناصية دون سائر أماكن الجسد. قيل: لأن العرب كانت تستعمل ذلك في وصفها من وصفته بالذلة والخلوع، فتقول: ما ناصية فلان إلا بيد فلان، أي أنه له مطيع يصرفه كيف يشاء. وكانوا إذا أسروا الأسير فأرادوا إطلاقه والمن عليه جزوا ناصيته ليتعدوا بذلك عليه فخرا عند المفاخرة، فخاطبهم الله بما يعرفون في كلامهم، والمعنى ما ذكرت. والصحيح أن تفسير الطبري وما ينسبه إلى كلام العرب لا أساس له من الصحة، فإن فهم العرب الناصية بمعنى شعر مقدم الرأس، فالتعبير السرياني يعني المخاصم أو المخالف. قاموس منا صفحة 461. وعليه يكون مفهوم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سريانيا كما يلي: ما من ضالة أو حائد عن الصراط المستقيم إلا هو آخذ بمخالفته أو عصيانه، إن ربي على صراط مستقيم. يبقى علينا التعقيب على ما فهمه الطبري من تعبير فيؤخذ بالنواصي والأقدام سورة الرحمن الآية 41 بقوله: يقول تعالى ذكره: فتأخذهم الزبانية بنواصيهم وأقدامهم فتسحبهم إلى جهنم وتقذفهم فيها. أخذ الطبري أول مصطلح الزبانية من سورة العلق الآية 18: فليدعو ناديه. ناديه صيغة اسم مفعول سرياني عربيا المنادى، أي فليدعو الإله الذي يناديه. إذن منادي سيدعو وليس سندعو. الزباين سريانيا زبنايا الزمني، أي سيدعو إلهه الزمني أي غير الأبدي. فهمت الزبائن بمعنى حراس جهنم، كما لا يشك في هذا المعنى مترجمو القرآن الغربيون بعد أن دخل هذا المصطلح في القواميس العربية. وهذه من جملة المغالطات اللغوية التاريخية لجهل أهل التأويل وأهل اللغة
لسان القرآن العربي المبين. وفهم الطبري تعبيري النواصي والأقدام بمعنى أولاً مقدم شعر رؤوسهم، وثانياً بأرجلهم. وتبع علماء القرآن الغربيون هذا التفسير في ترجماتهم، فترجم ريجيس بلاشير مثلاً طبقاً لهذا المفهوم بالفرنسية: On les saisira par les toupets du front et par les pieds. وكذلك ريتشارد بيل بالإنجليزية: They will be seized by the forelocks and the feet. وروبرت ورودي بارل بالألمانية: Man packt sie am Schopf und an den Füßen. ولم يشك أحد من المترجمين في صحة هذه الترجمة. والحقيقة أن النواصي لا تعني شعر مقدم الرأس عربيا بل سريانيا المخالفين أو المخاصمين، بينما الأقدام كلمة عربية إنما ليس لها في هذا السياق معنى الأرجل، بل من المنتظر أن يكون لها معنى مرادفا أو قريبا من معنى المخالفين أو المخاصمين. وأقرب معنى للأقدام نرى فيها صيغة الجمع لتعبير القدوم أو المقدام المعبر عن الجسارة والجراءة. وقد احتفظ لنا لسان العرب بهذه التعابير بقوله: رجل قدم يتقدم الناس ويمشي في الحروب قدما، ورجل مقدام ومقداما مقدم كثير الإقدام على العدو جريء في الحرب. وعليه يكون المعنى المعقول لجمع الأقدام كمرادف للنواصي معنى المشترئين والمتجاسرين أو المتحدين والمتعدين، وبالنتيجة المعارضين أو المخالفين. ينتج من هذا التحليل اللغوي فهم الآية أو الآثة المذكورة من سورة الرحمن 41 كما يلي: يعرف المجرمون بسيماهم، أي بأسمائهم وليس بعلامات وجوههم من أثر السجود كما في سورة الفتح 29، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، أي فيؤخذ بالمخاصمين والمشترئين أو المخالفين وليس بمقدم شعر رؤوسهم وبأقدامهم. وقد ورد فعل أقدم بمعنى جرأ واشترأ في سورة الحجرات، والأصح سريانيا الججرات سريانيا جغراثا، والأصل الجرجرات، فأضغمت الراء بالجيم لتصبح الجيم الثانية مشددة جغرتا ججرتا أي الحناجر. ويشرح لسان العرب الجرجرة بقوله: الصوت، والجرجرة تردد هدير الفحل، وهو صوت يردده البعير في حنجرته، وقد جرجر. ومنه يقال في الدارجة لمن يبالغ في الكلام بجرجر بلفظ الجيم السريانية. وقوله في سورة الججرات سريانا كجرافا الآية 4: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، والصحيح الججرات أي من وراء الحناجر، أكثرهم لا يعقلون. فالنداء من وراء الحناجر تعبير سرياني عن الذين يصيحون أو يزعقون بأعلى أصواتهم من وراء حناجرهم وليس من وراء الحجرات أو الغرف كما فهمها أهل التأويل ومترجمو القرآن الغربيون، مثلا بالفرنسية حميد الله: de derrière les appartements، وريجيس بلاشير: de l'extérieur de tes appartements، وبالإنجليزية ريتشارد بيل: from behind the chambers، وبالألمانية رودي باريت: hinter den Gemächern،
بتأويل wer du dich in deinen Gemächern befindest. ومعنى لا تقدموا في أول آية من سورة الحجرات أو الأصح الججرات يا أيها والأصح يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. تأويل الطبري يقول لا تعجلوا بقضاء أمر في حروبكم أو دينكم قبل أن يقضي الله لكم فيه ورسوله فتقضوا بخلاف أمر الله وأمر رسوله. محكي عن العرب فلان يقدم بين يدي إمامه بمعنى يعجل بالأمر والنهي دونه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وإن اختلفت ألفاظهم بالبيان عن معناه. ويذكر الطبري من أهل التأويل أولا عن ابن عباس لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، وكذلك نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه. ثانيا عن مجاهد لا تفتاتوا على رسول الله حتى يقضيه الله على لسانه. ثالثا عن قتادة ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون لو أنزل في كذا لو وضع كذا وكذا، قال فكره الله عز وجل ذلك وقدم فيه. رابعا وقال الحسن أناس من المسلمين ذبحوا قبل صلاة رسول يوم النحر رسول الله يوم النحر فأمرهم نبي الله أن يعيدوا ذبحا آخر. خامسا كذلك عن قتادة كل هذه التفاسير لا أساس لها من الصحة لعدم شك الطبري وأهل التأويل في قراءة لا تقدموا من فعل قدم يقدم لاقتناعهم بعقيدة التواتر وحفظه في الصدور. والواقع أن قراءة لا تقدموا قراءة خاطئة بتشكيل خاطئ من المرحلة الخامسة لتدوين القرآن، مع أن الفعل عربي وليس سرياني في هذه الحال. فلو انتبه القراء وأهل التأويل إلى محتوى الآية التالية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لأدركوا أن قراءة لا تقدموا لا علاقة لها بهذا النهي. فرفع أصواتهم فوق صوت النبي دليل على قلة أو عدم احترامهم للنبي. فكيف علينا أن نقرأ لا تقدموا للموافقة مع هذا المعنى؟ الخطأ ليس بالرسم، بل يكفينا تغيير التشكيل بقراءة لا تقدموا من فعل أقدم يقدموا الذي يعني حتى في العربية المعاصرة اشترأ تجاسر. وفي سياق النص القرآني لا تقدموا تعني لا تشترئوا، أي لا تتواقحوا، وبالتعبير الدارج لا تكونوا قليلي الحياء بين يدي الله ورسوله. الآية أو الآية الثانية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي واضحة، ولا تجهروا له بالقول، الهاء في فعل جهر تخفيف العين من أصل جعر أي صرخ بصوت عال، ولا تقال فقط على البعير حسب لسان العرب. فحتى في يومنا يقال عن من يغني بصوت مزعج غير مطرب يجعر أو بالدارجة بيجعر. كلمة القول بتعبير ولا تجهر له بالقول ممكن أن تفهم عربيا بمعنى لا تجهر له بالكلام، إلا أن الأرجح أن القرآن يستعمل هنا المرادف السرياني للصوت وهو قال. قاموسنا صفحة 662 العمود الأول. فيكون معنى لا تجهر له بالقول عربيا لا تجهر له بالصوت، أي لا ترفع صوتكم عليه.
وبهذا المفهوم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات والأصح الججرات لا تعني الذين ينادونك من وراء الغرف، بل بقراءتها الذين ينادونك من وراء الججرات، وبلفظ الجيم السريانية جاجراثا الججرات، أي من وراء الحناجر. تعبير سرياني يعني بأعلى أصواتهم، أكثرهم لا يعقلون. وبهذه المغالطات اللغوية التاريخية يعطينا القرآن أمثلة عن مفهوم محتوى لسانه العربي المبين، حتى في السور المدنية المفترض إنشاؤها في العصر العباسي. ملاحظة أخيرة لقراءة سيماهم الواردة 6 مرات في القرآن، نفس الرسم يمكن أن يدل على معنيين. أولاً، معنى الرسم أو العلامة كما جاء في سورة الفتح 29، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي علاماتهم على وجوههم من أثر السجود. ثانياً، أما في بقية الحالات فيغلب معنى الاسم، ودليل ذلك كتابة شيم سريانياً بشين ميم دون ياء وسطى، كما في كتابة بسم الله، كما تكتب شيم شين ياء ميم بالياء الوسطى بالسريانية الفلسطينية الغربية. ففي سورة الأعراف 46 مثلاً، وعلى الأعراف رجال يعرفون أو يعرفون كل بسماهم لا تعني بعلاماتهم بل بأسمائهم. وكذلك الأعراف 48، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسماهم، أي بأسمائهم وليس بعلاماتهم الخاصة كما فهمها المترجمون الغربيون. طالت بنا هذه الجولة اللغوية، حيث أن نرى من الأفضل إنهاء الحلقة هنا، مراعاة للمستمعين، على أمل أن نتابع شرحنا لما سبق من سورة مريم، وبالأخص إنهاء نقش قبة الصخرة في الحلقة القادمة إن شاء الله. ومع شكرنا لاهتمامكم ومتابعتكم، نرجو الاشتراك وتفعيل الجرس لنوافيكم بكل جديد في حينه. مع التحية، والسلام عليكم.